جدو حدو الوحيد والفريد جدو حدو ويلي كلامه عتي عقده حيكون معكم عراديو سوريالي خلال ثواني. يا بناتي ويا أولادي، ما تخلوا حدا يجبركم تعملوا شي غصب عنكم بحجة العاهات، قصدي العادات والتقاليد. لما تحتاروا حكموا أخلاقكم، الأخلاق أهم شي وهم من خزعبلات قالوا لكم ياها ناس أول عم نول مكحكحين مثلي، خلتكم تتقاتلوا مشان مقص مفتوح وشحاطة مقلوبة. خلوا أخلاقكم تكون الحكم، لأنه الأخلاق زينة، ولو أنه بعرفكم ما بتحبوا الزينة والمظاهر يا جدو، بس هي زينة ضرورية. فلا تخلوا حدا يبيض عليكم مطنيات ومراجل، ما لكم بحاجة بيضات العالم يا جدو. هف شو في عالم مطبيد بهالبلد ومع هيك حقصفت البيت هديك الحزبة. مني بدنا نلحق حاصلوا. كان معكم من استديو سوريالي جدو حدو الخلوق. اسمعوني بكرة إيش كان بدكم. باي. إنتاج سوريالي 2014.